والصيني يا شمال. لا 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 مفيش حاجه رومانيه هنا، كله مصري قديم. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، احنا هنا هنا في حاجات كتيره بدائيه. رمسيس الثالث اول واحد عمل معبد تخليد ذكرى ومعبد احتفالي في نفس الوقت، وعمل سور لقلعه حربيه وقلعه حاميه لكل ممنوع اللمس يا جماعه، ممنوع اللمس يا جماعه، ممنوع اللمس. وعمل قلعه حربيه تحيط بالمعبد لحمايته، وعمل القصر الملكي بتاعه الناحيه الجنوبيه للمعبد. كل احنا كل الطرق بتاعتنا اللي احنا هنشوفها معموله عن طريق الملك رعمسو. حقا رعمسو حقا الحاكم ابن الاله رع، وده الشكل بتاعه. لو نلاحظ معظم الخراطيش اللي شفناها قبل كده هنلاقيها نحت غائر، بس مش بالعمق ده، ملكين بس في الدوله الحديثه، الاسره 19 والاسره 20. الاسره 19 رمسيس الثاني، والاسره 20 رمسيس الثالث، هم اكتر ناس عملوا لنا نحت غائر، اعمق نحت عشان يمنع اي حد يجي وراه ان هو يشيل الاسم بتاعه. ليه؟ لان هم عملوها كتير في اللي قبلهم، فمش عايزين يتعمل فيهم. دي حاجه. حاجه تانية، عندنا المعبد زي ما احنا شايفين في بوابه من الحجر الرملي سميكه شويه. الملك بيورينا نفسه بيتعبد ولابس تاج الاحتفالات وتاج الحرب في نفس الوقت، اسمه خبرش كراون، اللي هو التاج اللي قدامنا ده، معاه بعض الاشكال الالهيه قدام الاله امون رع والاله رع حراختي بوش النسر بالسان ديسك او كرسي الشمس على راسه، برشتين النعام اللي على راسه برضه. عندنا فوق تماثيل كبرى، شايفين شكل الكبرى وعلى راسها كرسي الشمس. دي تماثيل الكبرى او الفريز او الشكل الحامي للالهه سخمت. فين الالهه سخمت؟ المنظر ده زي ما احنا شايفين. دي الالهه الحاميه، ليه الالهه الحاميه سخمت؟ ايوه، دايما مين اللي بيحمي الاسد في العرين بتاعه؟ بيحمي الاطفال، مرات الاسد اللي هي اللبؤه. سخمت ايام الدوله المصريه القديمه والحضاره المصريه القديمه تم تالهها او احترامها كرمز من رموز القوه الحاميه، فعشان كده رمسيس الثالث استعان بيها في بناء قلعه سوريه او على الشكل السوري، وهي القلعه اللي قدامنا دي، شايفينها؟ الجزء ده. عندنا شبابيك اول مره نلاقيها في واجهه معبد. بصوا فوق هنلاقي روس متقطعه البوز بتاعها على هيئه خنوم. خنوم اللي هو مين؟ الالهه الخالق بتاع الخلق. وهنلاقي ان المناظر بتاعت الالوان لغايه دلوقتي في بعض الالوان للكبرى. الاشكال دي كلها والستائر الحجريه دي كلها كان ممنوع منعا باتا لاي حد ان هو يدخل من البوابه دي، فعشان كده اي حد جاي في حضره الاله امون رع بيزور معبد رمسيس الثالث كان بيتفتح له الستائر الحجريه دي ان هو يشوف كل الطقوس اللي بتحصل جوه المعبد نفسه. المعبد زي ما احنا شايفينه اكس واحد، ممر واحد. الممر ده هو الممر الرئيسي بتاع المعبد من بره لجوه، وده دليل ان المعبد ده كله مبني عن طريق ملك واحد، مفيش اضافات ليه. عندنا حاجه ثانيه هنلاقي ان دايما المعبد في الواجهه الخارجيه منحوت نحت غائر ما عدا معبد هاجو. لعظمه الملك رمسيس الثالث عمل بعض النقوش في حضره بعض الالهه قدام الاله امون رع نحت بارز. ليه؟ عشان يورونا قوه الفن المصري القديم وقوه الملك نزاته. هو ده الملك اللي اخرها هقول لكم عليه. تمام؟ اهو شايفين ادي ملك وملك وملك، التلاتة دول نفس الملك بس ديفرنت كراون او ديفرنت تاج مختلف يعني قدام الاله امون رع. وقدام المنظر الثاني نفس المنظر برضه قدام الاله امون رع، بس احنا هنا زي ما قلت لكم النحت ضيق، نحت بارز مش غائر زي ما هو موجود. هنا ثلاثة برضه. ايوه هما ثلاثة، لازم ثلاث اشكال، الثلاث اشكال دول للملك نفسه، لملك واحد. حاجة تانية بقى، في هنا حاجة ماسكها الاله لحوت، اله ابو منجل او اله زي ما احنا شايفين زي براس ابو اردان.
ابو اردان في مصر القديمه او في الديانه المصريه القديمه تم تأليهه او مش عبادته، انا ما بحبش اقول كلمه عبادته زي ما تعودنا، كتم احترامه كرمز من الرموز المصريه القديمه لالهه الكتابه او الرموز المقدسه للكتابه. فعشان كده دايما الاله تحوت بيبقى ماسك ورقه بردي فيها نقط معينه، كل نقطه بتمثل سنه من سنوات حكم الملك، وفي الاخر هنلاقي رمز لضفدعه ماسكه علامه اسمها علامه الجن. الضفدعه دي معناها ايه؟ الضفدعه ده رقم، ايام مصر القديمه كانوا بيمثلوا رقم 100,000 عن طريق ضفدعة، فده معناه ان هم بيتمنوا للملك رمسيس الثالث انه يحكم لالاف السنين مصر. تمام، دي الفكره بتاعتها. طب الشن اللي تحت الضفدعة، المنظر المدور ده وتحتيه شرطه، ده اسم الملك، وده الشكل الاساسي بتاع الخرطوشه دي. ادي الخرطوشه الشكل اساسا بتاعها دايره وعليها العلامة دي، لما بيتحط فيها اسم الملك عشان تحمي اسم الملك بتتكبر شوية، بيبقى حاجة اسمها اللونجيتد، بيكبرها وبيحط فيها اسم الملك، لكن الشكل الأساسي هو الشكل ده بتاع الخرطوشة. تمام، الدايرة اللي هو تحت رجل الضفدعة، اللي هي الضفدعة ماسكة برجلها. تمام، ندخل جوه بين المعركة الحربية أو معركة الجول أو المعركة السورية اللي تمت عن طريق رمسيس الثالث ضد مين؟ ضد السوريين. رمسيس الثالث عمل ثلاث معارك حربية، أول واحدة في العام الرابع من حكمه، وبعد كده في السابع، وبعد كده في العام الـ14، برضه بيقمع الأعداء زي ما احنا شايفين، وهنا الأعداء السوريين، ولو شايفين المنظر بتاع السوريين هتلاقوه مشابه للسوريين اللي موجودين دلوقتي، وهنا بيقدم بعض فروض الطاعة للإله أمون رع بعد أن تم انتصاره على حكام سوريا. شايفين؟ السوريين؟ لا مش ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة وستة 12 مقاتل، كل واحد قاعد واقف جنبه جنب واحد تاني. تمام؟ شايفين؟ فالشكل ده عادي مكسور بس الوشوش عادي. تمام؟ ودول الحكام الآسيويين، بصوا للدقن الآسيوية، الدقن اللي هي اللونجيتد شوية. تمام؟ والهات بتاعتهم والقبعة بتاعتهم أو الطاقية بتاعتهم والمناخير الصغيرة والبق الصغير والعينين المجحظة. تمام؟ فدي الأشكال الآسيوية طبعًا، ودي لقطة الفن المصري القديم، بس طبعًا الديتيلز ما كانوش بيهتموا بيها، كانوا بيهتموا بجميع التفاصيل بتاعة الوش بس، لكن ديتيلز فنية زي المعابد البطلمية أو الرومانية زي الطراز البطلمي والروماني ما كانوش بيهتموا بيها أوي. تمام؟ يو ار ويلكم سير. يلا. عندنا بقى ندخل بعد كده للمعبد، هنلاقي معبد دايمًا بنهزر، هنلاقي معبد حرام ومعبد حلال، ليه؟ لأن المعبد ده مسروق. الحجاره بتاعته دي مسروقه منين؟ من معبد ابو سمبل. سامعني صح؟